السلام عليكم اخواني اخواتي المشاهدين، صباح مبروك عليكم ولا واسر مبروكه والايام لله كامله واسر اخوتي. موضوع ديالنا اليوم نهضروا اللاعب لامين يامال، او لا لامين امين، هو السميه ديالو هو امين، ولكن في اسبانيا كيعيطولو لامين يامال لانه هو عنده جنسيه اسبانيه وجنسيه مغربيه، باباه مغربي ويمه ايفانا من جهات امريكا اللاتينيه. لامين يامال احسن لاعب في اوروبا، احسن لاعب في هذا الموسم، في عنده 17 عام. لامين يامال تغدر من اقرب صحاب اللي عنده، من اقرب صديقات اللي عنده تغدر. لامين يامال مشى يجوز العطله ديالو الصيفيه في اليونان، وذهب ومشات معاه الصاحبه ديالو أليكس، مشاو جوزو في اليونان كدا، جزر ديسكيس جاتي هادي في البحار كدا. شينو أليكس كيعجبا خصو يكون شي صديق يكون في حالة هي لامين يامال، بحال اللي ما عندوش ينقولو الزاين ولا الفورما ولا الجسد ولا هو. لامين يامال مكمول مكمول، سبحان الله العظيم مكمول. الرجل النفس فيه النفس، لان بنادم لي راجل وبنادم لي فيه النفس كاع ما كيبغيوها العائلات في هاد الوقت، كيبغيو بنادم لي كيكون شماسة. المهم اخوتي باش ما نخرجوش على الموضوع، هادو الكوال عندهم عقلية بوحدة. لامين يامال جوزو العطلة في اليونان هو وصاحبتو أليكس، وجاو بحالو جاو بحالو اسبانيا. مي جاو من اسبانيا قال لا يلا نمشيو في شي رحلة ياخرى، لان لامين دا كوبا دوروبا خصو يسارى. اي ملاعبي في المرتبة هيدا، اي ملاعب في العالم كيسارى في هذا الوقت هذا، ما كيخلي قانت اللي في طوكيو واللي في مدريد اللي في نيويورك اللي في انجلند اللي واحد فيه. المهم جا من اليونان لامين، جاو من اليونان قال لها مشيو شي باسي وشي موطع، طار هو الامارات قطع، مشى قطع في الاماراتي لا ينقطع ما نعرفتيشني، قتلو قتلو ما يمشيشي معك أليكس صاحبتو الصديق ديالو لامور، لامور ديال اللعاب لامين يامال، قتلو انا ما يمشيشي معك، خليني نبقى هنايا حقا مع الوالدين ديالي نجوز معهم واحد الفترة شوية، واحد الاربع ايام ولا خمس ايام. قال لا واخا ما كاين حتى شي مشكل. اللاعب لامين يامال مشى سافر بوحدو واستمتع بوحديتو، والصاحبة ديالو اللوف ديالو أليكس بقات بوحديتها واحتفلت مع الصديق ديالها اخر اللي كينجداد مثلها، نفس اللون نفس القامه طويل عليها، لان هي أليكس في العمر ديالها 22 سنه، لامين في العمر ديالو 17 سنه. بقات كتفكر أليكس، قالت ارا نشوف شي واحد اللي يكون زايد عليا في السن وزايد عليا في العقليه وزايد عليا بزاف د الحاجات. شافت واحد الدري، هانتوما شفتو الفيديو واقيلا اللي معاه، دابا نحطكم الفوتو ديالها هنا. أليكس صاحبت مع واحد الانسان يا خو، وعملت معاه علاقة وغدرت اللاعب لامين يامال. ولامين يامال كل شي وصلو وكل شي وكل شي شافو في الكاميرا وكل شي تطعن، ولكن اللي عجبني في اللاعب الكبير ديالنا اللاعب العملاق لامين يامال شنية، قال لك حسد عاند وما تحت عاند وما تحسدش. هادشي اللي عمل لامين يامال، عاند وما حسدش. شنية عمل دخل ترينامينتو والنادي خيخير ناسيو وفيليكس يونيس، وطايح كي ترينر مع راسو ترى بالبورتو السخانة كاملة. قوة النفس، لأن احنا المغاربة فينا دم واحد، وإلا شفنا شي واحد غدرنا ما كان بغيوشي. الغدار صعيب، كيقول لك الغدار بالغدار واللي جات فيه يصبر، أو الغدار بالغدار أمه تصبر. السلام عليكم أخوتي، ما تنساوش بأبوني ولايك أخوتي، ما تبخلوش علينا بأبوني ولايك فضلا ماشي أمرا. السلام عليكم، استودعكم الله.